انت المشكله ان ما بتحبوش تسمعوا الحقيقه انتوا كاهلاويه. امام عاشور والله امام عاشور ما في حاجه حقيقه هنسمعها. امام عاشور بالونه نفخها جمهور الاهلي كتف الزمالك وادي النتيجه. لا بقى انت كده بقى انت كده جاي متاخر. بالونه اتنفخت. يبقى انت جيت متاخر. متاخر فين يعني؟ كان هو نجم نادي الزمالك وانتوا هو ايوه انت يعني لما جالك بعد الازمه اللي حصلت يعني انتوا لاقيين لعيب كويس على فكره. ايوه هو لو مش لعيب كويس ما كانش راح النادي الاهلي. سماكه سماكه ما سماكه طب ماشي. لو هو مش لعيب كويس ما كانش احترف. يا عم ما تقولش عليه مش لعيبش كويس. يا عم هقول لك انت كده برضه بتتكلم حاجه مش كره القدم. هقول لك الشيزوفرينيا. ماشي قول. انت اصلا لما بدات تتفاوض مع امام عاشور كنادي اهلي قلت امام عاشور مش عايزينه, صالح سليم مش ناسينه في المدرجات ماتش فيوتشر. بعديها لما تعاقدت مع امام عاشور بامام عاشور افضل من ميسي فنفخت له البالونه. يا عم اسمعني بس. مين اللي قال كده؟ ايوه سماكه ده اللي حصل. افضل من ميسي يا عم. ايه مين قال كده؟ نفخت البالونه. لا يا عبد الله اسمعني بس. ايوه الاداره اداره نادي الاهلي اداره نادي الاهلي رمت كعب يوم ماتش فيوتشر. احنا نفخنا قبليه. الامام جاي نفخها قبلي على فكره. لو انا نفخ البالونه يبقى انت نفختها قبلي. باشا احنا هو كان كويس وكان احسن لعيب في مصر في الفتره دي. وانت لما كنت هتموتوا عليه عشان هو لعيب كويس. هقول لك برضه. طبيعي. ايوه يبقى انت مش عايز كويس عشان هو زملكاوي لحد الان. يا عم اسمعني بس اسمعني بس اكمل. أيوة. الجمله انا بكلمك وانا برد عليك. انت جيت نفخته. ما ينفعش مش لعيب كويس. يا عم اسمعني بس انا قلت لعيب مش كويس. هو قال هو مش كويس. هو بيقول لك انا البالونه واتنفخت. يا سماكه انت جيت نفخته تمام دخلته في السيستم بوظ لك السيستم. بوظ لك السيستم ازاي؟ انت بنشوف امام عاشور في السوشيال اكتر ما بنشوفه في ال. طب وليه ما يكونش السيستم بايظ؟ بس عايز اقول لك حاجه برضو. سيستم ايه اللي بوظه؟ انا واخد كام بطوله برضو. ما تقول برضو كلام. انا واخد كام بطوله. انا واخد كام بطوله يا عم. وامام موجود واخد كام بطوله. ما بكلمك دخلت كام بطوله معايا امام واخترت كام بطوله تقول لي بوظ لي السيستم؟ ما برضه نقول كلام يتقال يا جماعه. هو يا عم انت خسر ماتش يبقى لا السيستم باظ. لا احنا عندنا يا عم ما حسام حسن استبعده النهارده. يا استاذ جبالي بس نتكلم. اصل انت بتقول لي السيستم وبوظت السيستم. انت دخلنا بكام بطوله وخسرنا يعني؟ برضه احنا لما نتكلم بقى كوره وارقام عايز تتكلم كوره؟ عايز تتكلم كوره؟ لا انت عايز تتكلم كوره؟ لو قعدنا قفلنا النادي 10 سنين. عايز تتكلم كوره؟ عايز تتكلم لو قفلنا النادي 10 سنين انتوا مش هيعملوا بالارقام. يا عم اسمعني بس. انت عايز يا عمي احنا بعيد قوي يا جماعه. احنا بعيد قوي. انت عايز تتكلم كوره؟ بقول لك عشان اللي انت بتاخده واللي انت بيحصل لك. اقول لك على حاجه ثانيه. كلمني في كوره. اقول لك على حاجه ثانيه. اكلمك كوره. اقول لك على حاجه ثانيه. جوميز ابو ثلاث قروش مديك مدي كولر بتاع الاهلي اللي هو بياخد 220 الف يورو في الشهر مدي له 2-1 فايز عليه مرتين في ثلاث ماتشات. بتتكلم كوره بقى؟ كلمني كوره. مش هي دي الكوره؟ زيزو اللي انت كنت بتتريق عليه الحلقه اللي فاتت دي تسع بطوله لزيزو في الزمالك. مين التريق عليه؟ دي تسع بطوله ليه لزيزو؟ مين التريق عليه؟ مين التريق عليه؟ اللي هو قال زيزو مين التريق عليه؟ لا يعني فاهم قبل ما التريق. فانا لما بقول لك ان امام عاشور بوظ لك السيستم والدليل ان حسام حسن استبعده والدليل ان امام عاشور ما ادكش حق. لا 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 ما انت لا انت لا كان في سيستم. استنى بس يا استاذ احمد لو سمحت. هو النادي الاهلي مين بطل افريقيا يا استاذ احمد؟ انا مش دعوه دلوقتي. انت احنا بنتكلم مين بطل كل حاجه. ثانيه واحده. هو مين بطل كل حاجه يا جماعه؟ لا نتكلم برضو. نتكلم مين بطل مش عشان ماتش خسرنا ماتش برضو. انت بتتكلم لا اي ماتش بقى. لا لا برضو الناس اشتغلت وناس تعبت وناس ماليش دعوه بعدد البطولات ولا بكم البطولات. انا بتكلم في مبدا واحد دلوقتي. انت بتتكلم استاذ جمالي بطل الدوري. معلش خدني بس على الدوري. الدوري اللي فات ده عامر حسين بطل الدوري. الدوري اللي فات ده بطل. لا الاهلي بطل الدوري. لا 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 مش الاهلي بطل الدوري. عامر حسين بطل الاهلي كان بينافس بيراميدز. لا 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 عامر حسين هو الدوري اللي فات ده دوري يا احمد. انسى الدوري ده المفروض يتمسح من التاريخ.